too many thoughts on my mind. I can't sleep at night, so I just keep writing. غادي يجيكم ليت نيشان، هذا اشهار مدفوع، اشهار مخلص. هاد القناة كنتمنى انكم تدخلوا كاملين وتابوناو معها بلا ما تحشمونا، الرابط ديالها في الديسكريبسيون. واللي بغى يدير اشهار مدفوع يتواصل معايا في الانستغرام اللي هو في التحت في الديسكريبسيون. وما كرهناش ملي تابونا عنده انك تخلي ليه شي كومونتير باش يعرف ان القضية عندنا محركة، متابعين عندهم الكلمة. يلا ما تنساش تدخل تابونا مع السيد وكمل الفيديو. يوسف، أولا وقبل كل شيء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا حتى يصلكم الجديد. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اليوم خصنا هذا الفيديو لواحد الموهبة رياضية في المجال ديال الكيك بوكسينغ او المجال ديال الملاكمه. تقدر تلعب في الكيك بوكسينغ ولا تلعب في الملاكمه. المهم هذه البطله المغربيه الاسم ديالها اسماء العسري، هي من مدينه تارودات. اجيو قبل ما نبينوا المؤهلات ديالها ونبينوا الطاقه ديالها، اجيو نهضروا ونشوفوا هذه الرياضه هذه ديال الكيك بوكسينغ او الملاكمه. هذه الرياضه كنعرفوا ان المغاربه عندهم واحد الصيت كبير عالميا على في هذه الرياضه. كنعرفوا بدر هاري، كنعرفوا جرايا، بن الصديق، بزاف ديال الاسماء. لكن المشكل فين كاين؟ انهم تكونوا في هولندا. بما ان المغاربه معروفين عالميا وكيعطيو في هذا المجال ديال الرياضات القتاليه، علاش حنا ما نهتموش بهذه الرياضه ونعطيوها وقتها؟ عوض اننا كنهتمو بكره القدم فقط، ماشي غير هي اللي كاينه. بلا ما نهضروا على هذا الصنف هذا، نهضروا على الاصناف كاملين. بما ان عندنا جوج ديال البحور، للاسف اننا ما كنشاركوش في البطولات ديال السباحه. عندنا بزاف ديال المواهب في عده مجالات ولكن ما كنستغلوهمش. وقتاش كيتستغلوا؟ نهار كيخرجوا لاوروبا كيمشيو تما كيعطيو. الملاكمين المغاربه في هولندا حديث ولا حرج، في اسبانيا، في فرنسا، كما دوزت لكم واحد البطل مغربي اللي في اسبانيا، شفنا المؤهلات ديالو. علاش ما يتسقلش وعلاش ما نخرجوش حنا مواهب ونخرجوا ابطال مغاربه؟ غادي تقولوا لي خرجنا الرابعي، وي تمنوا ليه التوفيق. بغينا حنا مدارس اللي كتخرجنا مواهب وتواكبهم من الصغر ديالهم. اذا نرجعوا للموضوع، ندوز لكم الفيديو ديال هذه البطله ونهضر. السلام عليكم، الاسم ديالي اسماء العسري، 17 سنه، من مدينه تارودانت، من جمعيه اسوار تارودانت الكيك بوكسينغ. كنقدم تحيه للاستاذ ديالي والجمعيه ديالي والاسره ديالي، وكنشكر الاخ ديالي يوسف او عفوا خالد بايوسف واللي درت هذا الفيديو على التيت لاشين ديالو، كنشكرو بزاف وشكرا لكم. يجيكم ليت نيشان، هذا اشهار مدفوع،
اشهار مخلص. هاد القناه كنتمنى انكم تدخلوا كاملين وتابونوا معها بلا ما تحشمون، الرابط ديالها في الديسكريبسيون، واللي بغى يدير اشهار مدفوع يتواصل معايا في الانستغرام اللي هو في التحت في الديسكريبسيون. وما كرهناش ملي تابونا عنده انك تخلي ليه شي كومونتير باش يعرف ان القضيه عندنا محركه وان المتابعين عندهم الكلمه. يلا ما تنساش تدخل تابونا مع السي وكمل الفيديو. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. إذا كما شفتوا أن عندها مؤهلات كبيرة، للأسف أنها ما تعطاش أهمية أنها باش بدأت تشارك في منافسات خارجية. كنتمنوا أن المسؤولين على هذه الرياضة أنهم ينتبهوا ويشوفوا لهذا الموهبة اللي كتضيع في المغرب، عيول أننا نستغلوها تجيبنا كؤوس تجيبنا ميداليات. ما كرهناش ان الاولمبياد ان المغرب يشارك في جميع اصناف ديال الرياضه، علاش كنجيو للسباحه ما كنشوفو حتى شي مغربي؟ والمغاربه هنا في البحوره كيديو من الحراك تنسطر كويت القوم يكملوا عمان، كنشوفهم انهم في قابويا في جهه الناظور ولا زيو مناش كيتصوتوا دوك الحركات الاستعراضيه حتى المغاربه الا ترينا عليهم يديروهم، ما صعيب حتى شي حاجه ما صعيبه مع المغاربه، علاش ما نشاركوش؟ علاش ما نشاركوش في بزاف ديال الاداء؟ حنا كنجيو نشاركو غير في الماراثون في 1500 متر، علاش حنا ما نشاركوش في هاد الاصناف الاخرين؟ حنا كنجيو نشاركو غير في 1500 متر، صافي خلاها الكروج بقينا تابعينو ما كنشوفوش الاصناف الاخرين. وكنتمنوا التوفيق لاي مغربي كيشارك في اي رياضه، حنا كمغاربه واخا الرياضه ما نعرفوهاش، تحطوا لنا شي حاجه ما معروفاش كيجي المغربي اش كيقول فاش كيتفرج في التلفازه؟ اش لابس المغربي؟ حنا كشعب كنجيو نتفرجو كنقولوا اش لابس المغربي، واش الاحمر ولا الزرق؟ صافي شكون هو اللي غلب اش خصو يدير؟ صافي وكتبع المغربي. حنا عندنا واحد النفس على 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 القميص الوطني، ما كيفت واخا كيخسر المنتخب وكي هذا وكشي وشي واحد كيقول لك ما نعرفش نتفرج في المنتخب ولا، ولكن داكشي عندنا في الدم، كنقولوا المغاربه انهم يزيدوا لقدام، وكيبقى فيك انك تشوف مواهب بحال هذه وضايعه في المغرب لان ما تعطاتهاش قيمه. كنتمنوا ان بحال هاد الرياضات، علاش في الهند ما نفسوش تونس؟ علاش تونس اللي مسيطره في افريقيا؟ تونس صاحبي راه قد كازا، وحنا ما قدرناش اننا نخرجوا انديه اللي تنافس في الهوند. علاش الجمعيه السلاويه ما تعطاتهاش واحد القيمه؟ علما ان الجمعيه السلاويه في واحد الفتره ما كاينش شي فرقه في كره السله اللي كتغلبها. هادشي خصنا نعترفوا به. وتحيه لكم، وقبل ما نكملوا الانستغرام ديال هاد البطل راه تلقاوه في الديسكريبسيون، بغيتكم انكم تابونوا معاه وتشوفوا الجديد ديالها، وهي مقبله ربما على المشاركه في شي منافسه. كنتمنوا التوفيق وكنتمنوا التوفيق لجميع المغاربه اللي كينافسوا في اي منافسه كيف ما بغاتو تكون. بغينا ان الطاقات ديالنا ما يبقاوش هنا حتى يضيعوا، بغينا ان الطاقات ديالنا ما يخرجوش لبرا ويمثلوا دول اخرين، بغينا ان الطاقات ديالنا نستغلوهم حنا كدولة المغرب ويشاركوا بالقميص الوطني ويرفعوا الرايه المغرب للفوق. تحيه لكم، السلام عليكم. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.